السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بي في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المحتوى فما تبخلوش باشتراكاتكم وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وفضلا منكم ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب. ودابا غادي ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. اليوم ان شاء الله غادي نتكلم على اخر مستجدات واحد الجريمه اللي وقعت سنه 2021 في اسبانيا واللي راح ضحيتها المرحوم يونس ضحيه العنصريه الاسبانيه. اذا اخيرا القضاء الاسباني يقول كلمته الاخيره بخصوص هذه الجريمه النكراء وكيحكم على المرتكب ديالها. اذا لمعرفه مزيد من التفاصيل حول هذه القضيه خليكم الى الاخير وما تزبيوش. يونس بلال هو مواطن مغربي مقيم بالديار الإسبانية، تيبلغ من العمر 39 سنة وكيشتغل في مجال الصباغة، مزوج سيدة إسبانية وعنده معها 3 ديال الوليدات. يونس كان معروف بأخلاقه الطيبة وخدام بدراعه، ما كيدير مشاكل ما كيدير مخدرات داخل سوق راسه. في ذاك النهار اللي غتوقع فيه الكارثة يونس كان جالس في واحد القهوة جنب البحر بالميناء الترفيهي ببلدة مازارون بإقليم مورسيا، ومعه مراته وولده وشي أصدقاء بحالهم غاربة جالسين في أمان الله. شوية دخل مراهم واحد الشخص وجلس قريب منهم وبدا كيشوف فيهم وعرفهم غاربة. هاد الشخص هو إسباني تيبلغ من العمر 52 سنة، جندي سابق بالجيش الإسباني وتحديدا بالقوات الجوية الإسبانية. هذا علاش عنده دراية كبيرة في استعمال السلاح الناري. واحد شوية السرباية اللي في القهوة توجهت عند يونس والناس اللي معاه بحكم هما اللي جاوا الاولين وسولاتهم شنو يطلبوا. ناض هذاك الاسباني اللي جالس حداهم بدا كيغوت وقال ليها راه انا اللي جيت قبل منهم، علاش كتسبقي داك المغربي؟ وبدا كيسب. قالت ليه السرباية غير صبر انا غادي نقيد ليهم دغيا شنو بغاو ونجي لعندك. مع ذلك الاسباني ما بغاش يتفك وبقى كيسب في يونس وكيغوت على السرباية. من بعد السرباية مشات عند الجيرون ديال المقهى وعاودت ليه المشكل ديال داك الاسباني اللي خلق مشكل من والو ودير الشوشرة غير بوحديتو. الشيف ديالها تا هو جا من جهة الاسباني وقال لها سبقي هذاك اللي كيغوت وخلي المغربي هو الثاني. وبدا تا هو كيسب في يونس المغربي ما المغربي. المهم الاسباني ما بغاش يلعن الشيطان ويسكت ويتصنت لعظامه وبقى كيتلفظ بكلمات عنصريه في حق يونس واللي معاه. وبدا تيقول المروس يستحقون الموت، لا اريد مغاربه في المقهى، وهذا الشيء بسبب المعامله الحسنه اللي عاملات بها النادله يونس والاسره ديالو. وهو ما عجبوش الحال وقال ليها علاش تسبقي داك المغربي عليا، خاصك تجي عندي انا اللي اسباني بحالك تشوفيني اشنو بغيت عاد من بعد تمشي لعندو. وهنا يونس ما عجبوش الحال بسبب هذاك الكلام العنصري ديالو وهو يدخل في جدال مع الاسباني العنصري، ولكن ما وصلتش الامور كاع للقتل، يعني تبادلوا الهضره بيناتهم وصافي. يونس جلس ترونكيل مع الاسره ديالو، ولكن الاخر ما رضاش وما تسرطاتش ليه وهنا قرر ينتقم منه. وبالتالي مشادات كلامية عادية تحولات المجزرة داك النهار. من بعد الاسباني مشى لدارو بدل حوايجو باش ما يتعرفوش عليه وهز في يديه واحد الفردي ما مرخصش، ورجع للقهوة بعد 20 دقيقة واتجه للمكان اللي جالس فيه يونس وبدا كيغوت كل شي المغاربة خصهم يموتوا. ومن بعد وبكل برودة دم نيش بالفردي نيشان على يونس وتيرا فيه 4 ديال القرطاسات، وحده في الهواء وثلاثه استقروا في الجسد ديال يونس، وحده في عنقه والثانيه في المعده ديالو والثالثه في صدره، وقتلوا في البلاصه ببروده دم. وكانت حداه مراته وولده اللي في عمره 10 سنوات اللي عاشوا تهم داك الرعب. وتقتل حداهم يونس بكل وحشيه وبدون سبب سوى انه عربي ومغربي. فالولد ديال يونس اللي سميتو ريان ديك الوقيته شاف باه مات حداه وبقى تيغوت وتيبكي وتيطلب من باباه باش يفيق. المجرم ما توقفش غير هنا، حاول يتيري حتى في الاصدقاء ديال يونس اللي مغاربه بحالو وتيرا فيهم 5 ديال الرصاصات طائشه اللي الحمد لله ما جاتش فيهم. وهو تيقول بصوت عالي كل المغاربه يجب ان يموتوا. من سال الجريمه ديالو هرب مباشره الجهه ديال البحر وبقى كيجري في الرمله
تبعوه البوليس وشدوه. المكان اللي ترتكبت فيه الجريمة كل عامر كاميرات المراقبة وصوروا الحادث من الأول حتى الأخير، يعني واخا هذا العنصري ينكر الكاميرا وتقات الفعل الإجرامي كامل. هذه الجريمة استنكروها جميع المغاربة اللي عايشين بمورسيا وعبروا على الغضب ديالهم عن طريق مجموعة من المظاهرات اللي قاموا بها أنذاك وطالبوا بتطبيق القانون في حق المجرم. يونس بلال تعرض للقتل من طرف إرهابي عنصري إسباني اللي ما كيحملش العرب خصوصا المغاربة، كيكرههم وتتعامل معهم بعنصرية واحتقار. المغاربة كيعيشوا واحد العنصرية كبيرة بزاف خصوصا في إسبانيا، وهذا الشيء كيأثر بشكل سلبي على الحياة ديال الجالية المغربية في الغربة لأنهم ما عارفينش كيفاش غادي يتعاملوا مع هاد العنصرية اللي كيتعرضوا لها بشكل يومي. فإلى غوتوا غيتخلق لهم مشكل وبحال والو يلصقوا لهم شي تهمة ويصيفطوهم للحبس، وإلى طالبوا بحقهم بحال والو يرجعوهم ريفولي لبلادهم. سكتوا على حقهم إذا راه حياتهم كتكون جحيم لا يطاق. عموما الصبليون عندهم واحد الثقافة ديال الاستعلاء، بمعنى أنهم كيشوفوا العرب بحال شي حد جاي يهاجم عليهم في بلادهم وهم أحسن منه، وهو تيبقى مجرد لاجئ فقط جاي كياكل طرف ديال الخبز عندهم وكيصحاب لهم أن بلادنا فيها المجاعة مثلا. أولا المغرب الحمد لله الخير اللي فيه ما كاين في حتى شي بلاد، وثانيا الجالية المغربية هي اللي بنات إسبانيا. كون ماشي الجالية المغربية كون راه حالتهم حالة، لأن المغاربة دمارين كيخدموا كيصبروا وفين ما حطيتيهم دغيا كيتعلموا وكينتجوا. منين كيموت شي مواطن ديالهم عندنا القيامة كتنوض وكيوصفوا الجريمة بعمل إرهابي، ولكن مني شي مغربي ديالنا تتقتل عندهم الإعلام ما كينش نهائيا، تحد ما كيسول في قضيته والقضاء ديالهم كيقول لك إيوا اللي قتلو راه حمق ما عندنا ما نديرو ليه. بينما هاد الجريمة اللي ترتكبات في حق المرحوم يونس هي عمل إرهابي بامتياز. السيد جالس هو ومراته وولده في القهوة في أمان الله، كيجي واحد كيتيري فيه بالقرطاس بلا سبب وقتلو قدام ولده الصغير، فالله ياخد فيه الحق يا ربي أمين. بعد مدة سنتين تقريبا أخيرا المحكمة غدا تحكم على المجرم. إذا خليكم مع الخبر، أصدر القضاء الإسباني مؤخرا حكمه في حق قاتل شاب مغربي شهر يونيو من سنة 2021 كان على شرفة حانة في مورسيا الكائنة بمنطقة بويتو دي مازارون، وأدانت المحكمة الإقليمية لموريسيا المتهم ب 22 عاما سجنا نافدا بعدما أدانته هيئة الحكم بارتكاب جريمة قتل وحيازة السلاح دون ترخيص بعدما أقدم على إطلاق النار على الشاب المغربي وأرداه قتيلا. كما قضت المحكمة عينها بتعويض عائلة الضحية بمبلغ قيمته 460 ألف يورو، مستبعدة أن يكون دافع العنصرية وراء ارتكاب هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب المغربي. فالله يرحم يونس والله يصبر الأهل ديالو يا ربي أمين. إذا إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنسوش تخليوا وجهة النظر ديالكم في قضيتنا ديالت اليوم من خلال تعليقاتكم. شكرا على حضوركم الكريم، خليتكم على خير، إلى اللقاء.